قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والمقصود هنا ظل العرش. المتحابون بجلالي معناه الذين يحب بعضهم بعضا لأجل الدين. هذا يحب أخاه لأجل الدين لأنه متدين، وهذا يحب أخاه المسلم لأنه متدين. هذه المحبة في الله. قد يكون هذا المسلم صيني، أمريكي، روسي، أفغاني، من جنسية أخرى، ولكنه متدين تقي. فأنا أحبه لأنه متدين، أحبه لأنه تقي. هذا معنى التحاب في الله. فإذا الذي جاء في الحديث القدسي وهو من كلام الله عز وجل المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن المعلوم أن الشمس يوم القيامة لا يكون لها غروب ولا شروق، تكون في الوسط وتقترب من رؤوس الناس، والناس حينها يكونون على الأرض المبدلة. هذه الأرض التي هي أكبر من أرضنا هذه ليس فيها جبال ولا وديان ولا أشجار ولا بيوت ولا كهوف، ليس هناك مكان يأوي إليه الإنسان، وتقترب الشمس من رؤوس الناس، فيغرق الكافر بعرقه ويغوص عرقه في الأرض المبدلة 70 ذراعا ويرتفع حتى يلجمه إلجاما، وهذا العرق لا يتعداه إلى غيره. أما المتحابون في الله فيكرمهم الله تعالى بظل العرش فلا يصيبهم حر الشمس. وقد جاء في الحديث وصف هؤلاء أي المتحابين في الله، فقال عليه الصلاة والسلام ما معناه الذين يحب بعضهم بعضا في الله عز وجل. إذا كان الواحد منهم مظلوما يساعده أخوه على استرداد حقه، إن كان مظلوما يساعده على استرداد حقه، وإن كان مديونا أي اقترض مبلغ من المال من مسلم آخر. من التحابب في الله أن يسقط الإنسان الدين الذي له على أخيه المسلم لله تعالى، أو يقول له متى استطعت أن تدفع تدفع، أو يقول له أسقطت عنك نصف الدين. فإذا إما أن يسقط عنه نصف الدين أو يسقط عنه الدين، أو يقول له متى استطعت أن تدفع ادفع. هذا من التحابب في الله الذي نفتقده كثيرا في مجتمعنا اليوم. إذا إنسان أعسر فأنت ما تضلك رايح جاي لعنده على البيت ناطره حتى يظهر من البيت حتى تذكره بالدين حتى تقول له دفع ما عليك من المال وأنت تعلم أنه معسر. لا تفعل هذا. إنما من شأن التحابب في الله أن تقول له لله تعالى يا أخي ما تعطى الهم أسقطت عنك الدين، أو تقول له مني مستعجل وقت اللي تقدر تدفع دفع ولا يهمك. هذه نصيحتي لي ولكم، طبقوها بارك الله فيكم، وجعلنا الله تعالى من المتحابين في الله. كذلك هناك أمر آخر ورد في وصف المتحابين في الله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ينطقون أطايب الكلام كما ينطقي آكل التمر أطايبه، أي يختارون الكلمة الطيبة كما يختار
آكل التمر التمر الجيدة ويترك التمر الرديئة. جزى الله عنا نبينا محمداً خير الجزاء، صلوا عليه وسلموا تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.